ما كان متوقعا حصل، والمواجهة فتحت بين جبهة النصرة والجيش الحر. مسرح المعركة معرة النعمان في ريف إدلب، حيث تبادلت جبهة النصرة والفرقة 13 التابعة للجيش الحر الاتهامات حول من بدأ بالاعتداء على الآخر، والحصيلة مواجهات دامية بين الطرفين واقتحام النصرة لمقرات تابعة للفرقة 13 وقتل وجرح عدد من عناصر الفرقة واعتقال آخرين والسيطرة على مستودعات الأسلحة التابعة لها. والمعروف عن الفرقة 13 المدعومة من الغرب أنها متخصصة باستخدام صواريخ التاو المضادة للدروع، وفي خلال المعارك مع النظام والوحدات الكردية تمكنت من تدمير العديد من الدبابات والمدرعات، ما ساهم بصد العديد من الهجمات البرية للنظام لا سيما على محاور حماة وإدلب وحلب. لكن قبل ذلك، كيف ظهر التوتر بين النصرة والجيش الحر؟ من شاهد ما حصل خلال تظاهرة يوم الجمعة في معرة النعمان عرف أن موعد المواجهة العسكرية بين النصرة والجيش الحر اقتربت. يومها كان المتظاهرون يرفعون علم الجيش الحر، وإذ بعناصر من جبهة النصرة يقتحمون التظاهرة اعتراضا على رفع علم الثورة، فكان عراك بالأيدي بين المتظاهرين وعناصر النصرة. جبهة النصرة تشعر بالعزلة، لا سيما بعد تصنيفها إلى جانب داعش بالإرهابية وعدم شمولها بالهدنة. معظم الفصائل ابتعدت عنها، حتى من كان بالأمس الأقرب إليها مثل حركة أحرار الشام. وخلافا لأداء النصرة حيال الجيش الحر، ها هي قيادات أحرار الشام تشارك في تظاهرات يوم الجمعة إلى جانب مناصري الجيش الحر. فكيف ستتطور الأمور؟ وهل ستدفع هذه المستجدات نحو تولي الجيش الحر وباقي الفصائل زمام المعركة المقبلة ضد النصرة؟